السلام عليكم، أهلا بكم في قناة ورشة منزلية. وياكم أم علي. فيديو اليوم يخص الخياطة. في قناة للخياطة راح أترك رابطها بالوصف، أتمنى تزورونها. طال اليوم عندنا بي حاشية. امتداد الحاشيات هو طول القماش، والمسافة ما بين حاشية وحاشية هو عرض القماش. بالعادة نستخدم القماش اللي بي حاشيات طول القماش على طول التشرباية مثل ما موضح بهذا الفيديو، تلقون الرابط مالته بالوصف أسفل الفيديو. لكن في فصال اليوم راح نستخدم طول القماش على عرض السارية مثل ما موضح أمامكم، يعني خطوط الحاشية تكون على عرض السارية. أستخدم طول القماش على عرض السارية حتى أخليه مستمر، يعني ما أقص المربع التشرباية الوحد والجوانب الوحد، لا أخذ ارتفاع بعدين مربع التشرباية بعدين الارتفاع الثاني بشكل مستمر. راح أشرحها مباشرة على القماش، وللتوضيح أكثر بنهاية الفيديو راح أحط الشرح بالورقة بطريقتين، طريقتي والطريقة التقليدية. طريقتي أستخدم فقط الخطوط، ما أقص القماش، راح أفرش القماش على طوله بعدين أطبقه للمنتصف حتى يسهل علي القياس ورسم الخطوط. أخذ ارتفاع أول جانب، وطبعا أقلل من عنده 15 سنتيم لأنه راح نخلي وياه سادة. فهسه راح أخذ قياس 40 سنتيمتر وأخلي خط، هذا الخط يمثل نهاية الارتفاع أو بداية مربع التشرباية. قياس مربع السرير راح أبدي من الخط اللي خليته لنهاية الارتفاع، وآخذ قياس 180 بالضبط، لأن أنا ما راح يكون عندي قص وخياط، ولذلك أترك 2 سنتيمتر حتى للكفة وللخياط. راح آخذ 180 عدل لأن هو بدون قص. هسه خليت خط يمثل نهاية المربع، راح أخذ الارتفاع الثاني اللي هو كذلك 40 وأخليه خط، وأقص من الخط الأخير قماش الزايد اللي راح أستخدمه بالمخال، يعني القص الوحيد راح يكون القطعة اللي تزيد على الارتفاعين مربع الشرباية وأستخدمها بالمخال. إن شاء الله تكون فصالاتي سهلة وتقدرون تطبقون. القماش راح يكون بهاي الطريقة، مجرد خطوط. أخذ الارتفاع الأول وأنقص من عنده 15 سنتيم للسادة، بعدين عرض السرير إذا كان 200 أخذ قياس 200، وإذا 180 قياس 180، بعدين الارتفاع الثاني. بعد الارتفاع أقص القماش الزايد. نجي على القماش السادة، كذلك أفرشه وأطويل المنتصف وأخذ قطعة تخص المخاد راح يكون قياسها 70 في 50، والباقي راح أقصصه على شكل شرايط قياس الواحد من عندهم 15 سنتيم. بهذا الشكل هذا كل اللي يخص السادة، صار عندي شرايط قياس العرض مالهم 15 والطول شكد ما كان عندي قماش، حصلت على كسرات أكثر مثل ما انكررت في الفيديو. عن الشرايط أوصل واحد بواحد وأسوي كسرات. شريط منهم يكون السطح الشرباية. وهسه راح نجي على فصال المخاد. فصال المخاد راح أتخلص من الجهة اللي يكون بيها حاشية، وآخذ فقط المربع المشجر. هذا القماش يخص وجه المخدة، لكن راح أخذ فقط نصف 70 نصف 35، لكن راح أخذ 40 لأن أنا أحتاجه بالخياط من الوسط، فأخذ قياس 40 من المشجر وأقصنها. راح يكون عرض القماش 50 وطوله 40، هذا فقط نصف الوجه الأمامي. النصف الثاني راح يكون من السادة، ونشوف إنه إحنا عندنا قطعتين، لذلك راح أسوي مخدتين، أساويها وأتخلص من الفائض الحاشية اللي ما مساوية. هسه آخذ النصف الثاني للوجه الأمامي، يكون من السادة، أطويها على بعضها حتى أحصل على قماش قطعتين قياس العرض 50 والطول 35، ما أزيد 40 لأن أنا زيدت من جهة المشجر. صار عندنا قطعتين سادة قياسهن 35 وقطعتين مشجر قياسهن 40. كل قطعتين راح يسوي لي وجه أمامي واحد. أحط الوجه المرغوب أو وجه القماش المشجر للأعلى، ووجه القماش من السادة للأسفل، يعني يكون الوجوه متقابلة، وأطويها بهذا الشكل وأخيطها حتى ما تفتك. بهالشكل خيطتها، نشوف صارت عبارة عن كفة. صار الوجه قياسه 70 بقياس قياس المخدة، وقياس المخدة يعتمد على قياس المخدة اللي عندكم. بعض الأحيان 70، أكو مخادة تكون أكبر أو أصغر. في
طيب واش استاذ مساوي للمشجر لكن هو الان ساده العفو في زون يكون مثله؟ هسه نجي على القطعة اللي تخص ظهر المخد، كذلك اخذ طول وعرض وايد الصن، قياسها 70 مضبوط بعرض 50. بهيجي صار عندنا وجه وظهر قياس كل قطعة 70. نجي على القطعة اللي تخص التلبيس، حتى تكون عندنا مخدة تلبيس راح يلزمنا قطعة إضافية يكون قياسها بعض الأحيان على حسب المخدة 25 أو 30، يعني هذا يعتمد على قياس المخدة. أكررها مرة ثانية، أنا حاليا راح أقسم قياس 25 طول 25 وعرض 50، يعني كل مخدة إذا غير فصالة تحتاج 3 قطع. راح نجي على ترتيب المخدة، نخلي الوجه الأمامي اللي هو عبارة عن قطعتين متوصلات ببعض، وجه القماش للأعلى، ما أقول الوجه المرغوب، لا نقول وجه القماش للأعلى. أجيب القطعة الثانية اللي قياسها 70 تمثل ظهر المخدة، أخلي الوجه مالتها للأسفل، يعني الأقمشة تكون أوجوهها متقابلة على بعضها، وقبل لا أثبتها على الوجه لازم أكفها. الجهة المكفوفة تكون باتجاه الفتحة، يعني هسه الجهة ما مكفوفة راح أثبتها على الفيزون، والجهة المكفوفة راح تكون على المنطقة اللي تكون بيها فتحة. إذا كان القماش مستمر أخذ قطعة 100، بس هاي لأن قصينا 70، لا راح أجيب القطعة اللي قياسها 25 أثبتها ويا القطعة اللي قياسها 70 اللي تمثل الوجه الأمامي، بعدها أخيطها مربع كامل. بهذا الشكل ثبتنا القطعة الأولى اللي قياسها 70 على الوجه الأمامي، وثبتت القطعة في زون على الوجه الأمامي من الجهة الثانية. راح أجي أطويها على القطعة اللي قياسها 70 وتمثل ظهر المخدة، وأخيطها إطار كامل، بعدين أقلبها وأخيطها إطار للأمام. أجيب بعدين قطعة مربعة حتى أسوي منها فيونكة، راح أكفنها من المنتصف وأخلي عليها شريط سادة وأثبتها على القطعة السادة اللي تخص الوجه الأمامي حتى تكون عندي شكل حلو. بهالشكل يكون الفصال ماسك المخدة خلص. نشوف الظهر إن المخدة صارت تلبيس، القطعة اللي تكون بالأعلى بالخياط المقلوبي راح تكون بالأسفل. نشوف احنا خلينا السادة 25 بالأعلى، هسه صارت بالأسفل، بتسهل علي تلبيس المخدة بشكل كبير. نجي نكمل الفصال مات الشرباية، افرش القماش بهالطريقة يكون الوجه مات القماش للأعلى. عندي هذا الخط يمثل نهاية السرير، والقص يمثل نهاية الارتفاع. أجي أول شي على خياط نهاية الارتفاع، راح أخلي القماش المشجر وجهه للأعلى، والقماش السادة الوجه مالته للأسفل، بحيث يكونون واحد على الثاني وجوههم متقابلة، وأخيط من جهة الطرف. الكسرات راح تكون وحدة يمين ووحدة يسار حتى أحصل على فتحة صغيرونة شبيهة بالمسرح، أخلي عليها الفيونكات بعدين. نشوف شلون راح نكسر، اخذ كسره باتجاهي وكسره بالجهه المعاكسه، واستمر منها الى نهايه الجانب بشكل تام. اول شيء يكون القماش واحد على الثاني، بعدين ينقلب بالخياط يختفي يصير للداخل. تكون المسافه ما بين كسره وكسره شبر او حسب اللي تريدون، 20 سنتيم تقريبا بالسنتيمترات. اما بالجهة العلوية الشريط راح يكون اعلى الخط، يعني اخلي الشريط اعلى من الخط وابدي اخيط على الخط، والكسرات تكون عشوائية، كل ما كانت الكسرات اكثر كانت احلى، يعني مو مثل الكسرات السفلية. كذلك راح اخيط على الخط وأمشي وأكسر، بعدين لما ينطول القماش راح الخياط يختفي والخط كذلك يختفي وتكون الفرشة كاملة بشكل جميل. نشوف هسه خيطنا ورجعنا،
كل كسرتين متقابلات من الأسفل شكلوا لي شكل أشبه بالمسرح، مثل ما شفنا القماش واحد على الثاني بعدين ينطوي للأسفل، والقماش اللي بالأعلى صار أعلى الخط بعدين لما ينقلب يقطي الخط. هسه كل كسرة بعد ما أطوي القماش للأسفل راح أخلي عليها فيونكة أو ما بين كسرة وكسرة، هم كذلك أخيطها على شكل مربع وأسويها كسرات من الوسطى وأشكلها فيونكة مثل ما سويناها من المخدفة، ما داعي نعيدها. أما الجهة العلوية من الكسرات قلنا خلينا القماش لفوق وخيطنا فوق الخط، لما نطوي القماش راح يقطينا الخط، فبهذا الشكل خلصنا من الخط وحصلنا على خياط متساوي بدون ما يكون أعوج. وإن شاء الله لما أعرضها على السرير تكون واضحة بشكل أفضل. نشوف الكسرات السفلية، كل كسرتين سوى لي شكل أشبه بالمسرح الصغير وخليت عليه فيونكة، والجهة العلوية من الكسرات تكون كسرات مستمرة مع بعض، والحاشية العلوية خليت عليها شريط سابق وخليت عليها فيونكة. إذا ماكو عندكم بيها حاشية مثل ما قلنا قياس 40 بعدين خط قياسه 15، أنا لأن بي حاشية استندت على الحاشية وخيطت، ونشوف هذا الشكل النهائي وإن شاء الله يا رب يعجبكم ويلهمكم الموديلات جديدة ومبتكرة. المخاد أقدر أرتبها بهاي الطريقة أو الطريقة الثانية تكون السادة متقاربة لبعضها. وإذا ما فهمتوا على هذه الطريقة راح أشرح الطريقة من البداية على الأوراق بطريقتي اللي هي مجرد أخلي خطوط وأخيط عليها، والطريقة التقليدية اللي هو يأخذون قياس ويقصون بعدين يوصلون الجوانب ويا مربع التربعية. أتمنى تدعموني بلايك، ما يخسر شي لكن يسعدني. التوضيح راح أشرحها على الورقة بعدين ننتقل الشرحها على القماش مباشرة. هسا نعتبر إنه القماش هذا هو الورقة بالكامل، راح أخلي طول القماش على عرض السرير. بالنسبة لهاي طريقتي بالفصال، وتقدرون تكملون الفيديو وتشوفون الطريقة التقليدية. مربع الشرباية هو 180، فراح أجي أول شي أخذ الارتفاع الأول، طبعا الارتفاع يكون على حسب السرير عندكم، قياسه 60، قياسه 50، قياسه 40 وهكذا. إذا أول شي أخذ من القماش قياس خلينا نقول 50 وأخلي خط على القماش من بدايته إلى نهايته. هسا بعد ما خليت خط للارتفاع الأول أبدي قياس من هذا الخط وآخذ عرض السرير، راح آخذ 180. بعدها أجي أقيس الارتفاع الثاني تشقد حددته، كذلك نفس الشي 50 أو 60 وأخلي خط، يعني صار عندي خطين فقط، خط يبين الارتفاع الأول وخط يبين نهاية الارتفاع الثاني. بعد الارتفاع أقصن القماش وأتخلص من عنده. هذه الطريقة تتطلب فقط خطوط تخيطون عليها، يعني النتيجة راح يكون عندي قماش كامل بهذا الشكل فقط ينطوي على السرير. هي أجي أخلي خط راح يكون من ضمن التصميم، أترك قياس 40 سنتيمتر، بعدين أجي أخذ قياس 15 سنتيمتر وكذلك أخلي خط بداية 15 وبنهاية 15. بعد ما خلصت التخطيط أجيب القماش السادة أثبته على الخطوط وأبدي أمشي أخيط وأكسر. أستخدم هاي الطريقة لأن القماش المشجر راح يبقى قماش واحد ثابت ما يتعرض للفتق أو ينشق بسرعة. كل اللي علي أسوي أني أجيب القماش السادة أمشي كسرات على الخطوط اللي سويت، بالتالي أحصل على كسرات على حواف القماش من دون ما يكون أعوج، وهاي ال 15 أخيط عليها من فوق ومن جوا، فهي يكمل عندي الفصال. فهمتوا هاي الطريقة؟ أوكي. ما فهمتوها استخدموا الطريقة التقليدية اللي هو
كل اللي أسوي فرق عنها إنه أنا أقيسن وأقصن. يعني هسه هذا القماش كامل، راح أجي أخذ الارتفاع الأول حددناه 50، أخذ الارتفاع 50 وأفصل القماش، صار عندي شريط قياسه 50 طوله 200. بعدها أجي أخذ قياس عرض السرير، عرض السرير 180، عرض السرير 200، المهم أقصن مربع الشرباية 180 وأخذه على صفحة. بعدها أقص الارتفاع الثاني هم كذلك، خلي نقول 50. النتيجة حصلت على 3 قطع. أجي المربع السرير أخذ قياس 40، بعدين قياس 15، وأخلي قص بأعلى ال 15 وأسفلها وأتخلص من القطعة. يعني النتيجة صار عندي 4 قطع مرغوبة، وقطعة ال 15 أزيلها وأتخلص من عدها بالخياط. الطريقة راح أجيب القطعة ال 15 الجديدة السادة أوصلها ويا مربع الشرباية من الأسفل والأعلى حتى أحصل على قطعة مربعة متكاملة حاوية على اللون السادة. أجيب القطعة السادة أخيطها على الجانب، بعدين أخيط الجانب على مربع الشرباية، وكذلك بالجانب الثاني أخيط القطعة السادة على الجانب، بعدين أخيط الجانب على مربع سرير. وفي الختام لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب دعما لاستمرار القناة.